السلام عليكم ورحمة الله، معكم خاسي بلوغ من جديد. بغيت نقتسم هذا الفيديو هذا مع خاي مولركات. مولركات كنت جاوبتيني في الكومنتير البارح، كنت هضرتي لي على علل القدس، قلتي لي بان سميتو لا داعي باش نخوض في التفاصيل، انت كنتي معاود داك الشيء. المهم راك عرفتي شنو قلتي في الكومنتير بلا ما نعاود الهضره. انا بالنسبه لي ما كنشوفش الماضي ديال علال ولا الحاضر ديالو كي داير، كنشوف انا لافنيغ ديال علال، المستقبل ديال علال. حنا بغينا هنا الا كنا كنفكروا في هذا شنو كان وكي كان، ما عمرنا افونسي. ديما كنقولها في الفيديو ديالي. المهم بغيت نقتسم معكم التجربه هنا من القهوه على برا، لان باش مشات لنا رجول زوين جينا لا تيراس نديرو قيوان وسي تحت ومن طون. وجه هذه الرساله نقتسم معكم هادشي اللي باغي نقول. بالنسبه لي انا علال، قلت لكم ديما كنهضر انا مرارا وتكرارا، قلنا لكم علال القادوس بغينا نخرجوا من داك الورطه هذه، بغينا نردوا انسان بخير حتى هو ويتزوج ويدير وليدات، حيت هذا الوقت كدوز مسكين، عنده دابا 52 عام ولا ما عرفتش شحال عمره. الوقت كدوز مسكين وغادي يشرف وكذا وتلا به في الزناقي وداك الشيء، نديروا له غير وليدات مسكين حتى الا ما تترحموا عليه. وهذا وما نكذبوش عليه، حنا ولا نافقوا نقولوا حنا خصنا داك الشيء نديروه من النيه ديالنا الصافيه ومن القلب ديالنا، الا كنا غنعاونوا حتى هو ويدخلوا له امراه اللي تقبل عليه ويتزوج به ويدير وليدات مسكين حتى هو ويعيش بكرامه ويكون عنده شي خدمه ويبقى يمشي حتى هو للخدمه ويجي من الخدمه، فهمتوني؟ ويكون الانسان حتى هو عنده مستقبل ديالو. هذا الشيء انا اللي كنت كنقصد في مولركات، يعني انا ديما في واحد الطبع كنسى الماضي ديال الانسان وكذا، وديما كنبدا مع ازيرو. شي مثلا انا غادي نبقى نفكر شنو كي كان ولا حتى دونك، غادي بقيت كنفكر في الماضي ديالو دونك ما غاديش ما يمكن ليش باش نفتح معاه حوار. ولذلك ان شاء الله فاش غندخل المغرب غادي نوريك شنو ندير انا مع علال. بغيتو نشاركو في هذا المشروع كلنا، ونقضي داك السيد ديالنا. ما هو داك السيد هذاك اصاحبي راه عطى بزاف ديال الحوايج مسكين، ضحى بالصحه ديالو ضحى بكل شيء. انا دوزتو ميسي انا كنت قهوة على الطريق في واحد العروبية في واحد البلد انتي فيلاج الطريق. المهم هو ملي كان في الرباط دخل القادوس ودخل مسكين كاين كيضحي بالصحة ديالو والبرد مسكين والميكروبات وداك الشيء، يقدر يشوفي شي مرض في داك الوقت يدخل القادوس، يقدر مسكين يمرض ودخل مسكين وضحى وكذا وداز في الإذاعات كلهم. شنو استفد من الإذاعات اللي داز فيهم؟ الإذاعات كلهم شنو استفد منهم؟ عطاوه شي حاجة؟ حتى واحد مسكينه مازال لحد الان كي قلت لكم في الفيديو السابق مازال علال هو علال وغير قادمة هو وتوصل 70 عام مسكين والصحه ما تبقاش عنده مازال دابا صحيح بصحته بعدا يقدر يخدم يقدر يكبر على راسو يخرج كيتمشى عنده عينيه غدا مسكين ما يلقى حتى دري ولدو اللي غيجرو مسكين باش يشرف في الزنقه ولا الا مرض ولا الا وقع له شي مشكل ولا الا نقص له النظر. اون جينيرال انا كانسان كنحس يعني بالانسان، يعني انا ماشي اناني في الحياه الحمد لله. انا يعني وليداتي يعني النهار اللي غادي نكبر حتى انا وكذا راه الولاد ديالي اللي غادي يتكلفوا بيا كذا الا خصني شي حاجه ولا، يعني الله قال في القران المال هو البنون زينه الحياه الدنيا، ما قالش غير المال بوحدو. خصك يكون عندك مال في الدنيا لا ما عندكش الولاد. من هذا المنبر هذوك المساكين اللي ما عندهمش الولاد يا ربي يسهل عليهم اللي يطلبوا شي حاجه عطيها لهم، لان صعيبه الدنيا لما كانوش عندك الولاد بوحدك. يكون عندك الفلوس وكذا تكون تالف اخي مولي ركات الله يرحم باك، حاول ما امكن قلت لك ديك النهار كون بوزيتيف في الحياه، فهمتيني؟ كون بوزيتيف. المهم بعد ما دخلت هذه المقدمه هذه وقلت لك انا يعني وجهه النظر ديالي من ناحيه، انا ما عمري نبدل وجهه النظر ديالي تجاه علال القادوس مصطفى السملالي، حيت انا ديك النهار قلت لكم وعدتو باش نجيب له ديك الماتيريال التصوير وغادي نقد بها والباس غنقد بها وحوايج اخرين ان شاء الله. انا راه ماشي كنكمل بزاف اللي كنقول لكم مره مره، انا غادي نجي غادي نجيب لك القطيع علال، نجيب لك السيكار ها هو معايا السيكار، فهمتيني؟ انت اخي علال تسال تكمل انت هذا السيكار ها هو، نجي نجيب لك معايا واحد سته ولا عشره ديال لي بواط بحال هادو نجيبهم لك معايا نجي للمغرب، سير كونفيرم ان شاء الله. قلت لك كتب له هو جو سي با، عندي بزاف دي بروغرام. المهم نكملوا الحديث ديالنا حتى هو يستاهل كل خير مسكين. كي قلت لكم انا راه ما كنكليش انا راه سبورتي، هذا السيجار هذا
دابا في لاتيراس من القهوه مره كي نمشي نسافر لشي بلاصه ولا شي حاجه ملي كنكون جاي عاود في المغرب من المغرب باش ندوز ديك الطريق كلها هادو 1000 كيلومتر كنشد دابا كيهضوا انستون باش كنتفكر البلاد وداك الشيء كندخل المغرب صافي كنسافر دارو لما هو مدرب للصحه وداك الشيء ما غينفعك في والو. المهم نكملوا الحديث ديالنا الموتور كيدوز غادي جاي من قبيله باش نكونوا صراحه معكم لان ما حنايا القناه ديالنا ديال الصراحه وماشي ديال النفاق كي قلنا لكم ديك النهاريات راه فاسي بروك ما عندوش جوج الوجوه كنهضر انا على المغاربه ديال ولاد بلادي ما كنهضرش غير على القادوس هضرت على ولد بلادي ادريس الطواش مسكين راه درت عليه فيديو دخلوا شوفوا حتو على ادريس الطواش مسكين كي كيعانوا دايرين عليه بزاف حيت انا ماشي اناني في الحياه انا عايش بخير ومزيان واحد اخر يموت كنفكرش انا هاد التفكير هكا هاد النهار هضرت معكم بلا نظاظر باش تجي عيني في عينكم واخا انا راه عارف دابا ما كنشوفش في الكاميرا اللي خصني نشوف في الكاميرا ديالي باش تجي عيني في عينكم شوف في الكاميرا انا كنشوف فيكم دابا شكون ولكن حيت ملي كتشوف في الاكرون ما كتشوفش في الجمهور انتوما ماشي مشكل المهم انا كنقول هذا الكلام خاص بكم انتوما كي قلت لكم انا كنهضر ديما سبونطاني سبونطاني بون بشكل كان سبونطاني صافي ما عندي لا ورقه لا ستيلو لا موجد وانا ما يمكنش نوجد هذا الشيء نحفظه وانا كنهضر سبونطاني بون كنهضر هكايا انا فهمتي اللي في قلبي على لساني تلقائي فاسي فلوك كيوعدكم ان شاء الله ان على القادوس باغي يصلح له الوضعيه ديالو وكان هذاك السيد يزيد لقدام ما يبقاش ديما في لو بوان دي باك فهمتي مسكين كيدور بحال هكا مفرغه في التغنغو هذاك السيد يستاهل كل خير وديما كنهضر عليه وداك الشيء وكيجيني انتقادات في لي كومونتير سي بوغ سولا انا شحال من واحد كيقول لك انت كديرو في ديما كتهضر عليه ديما نهضر عليه انا في 100 فيديو حتى تصلح الوضعيه ديالو الا كان شي واحد كضرو شي حاجه حيت انا كنهضر عليه حيت هما انت هذوك اللي كتنتقدو في لي كومونتير ما بغانيش نهضر عليه بغيتو يبقى ديما هكاك ما بغيتوليش الخير الا ما بغيتونيش انا نهضر عليه وسيروا عنده وريو ليه ديروا ليه فيديو مباشره بانكم انتم صلحتوا له الوضعيه ديالو ولا بخير وما نعاودش نهضر عليه تنفاجئوا انا وندخل المغرب عاود ونتهلا فيه يكون ورجع بقد كلمتكم يلاه هو سوري عنده عاونو زعما كنعرفكم انا يا سيروا عنده عاونو ماشي تبقاو تهضروا يلا بلا 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 الهضره بزاف ولكن ما كتحركوش ما كديروا حتى شي حاجه انا راه ما عنديش كي ندير قلت لكم الكونفينمون راه فاسي بلوك راه قد لسانو قد دراعو انا اللي قلت لكم انا غادي نمشي لعندو وغادي نعاونو غادي نمشي غادي نعاونو راه ما كنكذب الا قلت لكم غنصيفط له شي حاجه الفيديو اللي كنت درت السابق عفوا الفيديو اللي كنت درت السابق فاش مشيت لبولونجي وريتكم الماتيريال اللي غنشري للعناب غادي نشري له فعلا داك الماتيريال التصوير وديك باتري روشارشابل باتري تشوكور باش الا بغى يصور وكان عنده باتري فيبل يكون عنده باتري تشوكور ونشري له مسائل يعني زوينه ديال التصوير ستابيليزاتور ساكيني ديال الماتيريال ديالو باش ما يبقاش مجروق في طنجه قاز داك اللي كتبتو الكيتمان هنا ولا فهمتوني قد الكلمه ديالي قد الفعل ديالي غنطبق داكشي اللي كنهضر فيه غنطبقه لهذا اخي مول ركان الله يجازيك بخير كون ديك الكلمه ديالك المهم وسير عنده اوموا يعني كيقولوا هنا فرنسا يفول سوتنيغ مورالمون يفول سوتنيغ مورالمون سافو دير خصك تعاونو غير مورالمون تهضر معاه على القادوس خصو مرا اللي تجمعو من الزناقي ويدير الولاد ديالو قبل ما يشرف ويبقى يدور في الزناقي يلقى غير شي ولد ولا شي بنت بنتو تجرو مسكين باش يشرف حيت راه دي سي دي زون ما غيبقاش على ديك الصحه الا رجعتو لعلال 10 سنين من اللور 6 سنين من اللور ولا ماشي هو علال ديال دابا كان صحيح كان راه الانسان غادي وكيكبر وهو راه قلنا لكم الظروف اللي جعلته يكون عنده هذاك انعدام التوازن يعني هو راه الظروف اللي راه انت كتقول لي هو راه علال هنا ماشي عنده توازن 100% خصنا نهضرو معاه ويعيش حياه اخرى ونعاونوه باش يولي علال وري مصطفى السملالي رجع لمصطفى السملالي ويخرج من قوقعة على القادوس خصو يرجع كي كان مصطفى السملالي الله يجازيكم بخير من هذا المنبر فاسي فلوك كيطلب منكم هذا النهار هذا تبارطاجيو هذا الفيديو تبارطاجيو مع الخوت مع الكتاب مع الصحاب انا نتجاوب فيكم الا
زعما تبارطاجيو هذا الفيديو هذا ديال هذا السيد هذا مسكين على القادوس للوضعيه ديالو مسكين ما لقى مسكين لا مراه تحن عليه شي وحده على حتى مراه ما حنات على داك السيد تزوج به وتزوج معاه مزناق. ايوا المهم هادشي اللي جيت نهضر عليه هاد النهار على عدم القادوس مسكين انا ديما كنساندو وانا ان شاء الله غادي نعاونو ولكن انا مزاوب الى غير بارطاجيو مع الخوت والحباب هما من بعدك باش يتسمعوا القصه ديالو توصل للجميع باش ما ربما شي واحد اللي تما يمشي يعاونو. ولكن المهم الا كان شي حاجه انا ما قلتهاش ولا قلتها غلطه ولا كذا انا راه غير بشر كنغلط حتى انا بحالي بحال الانسان معصوم من الغلط قولوها لي في الكومنتير وغنصلحها في الفيديو الاخر وغادي نهضر عليها. اوكي خاي مولي ركاب. المهم انا غادي نوجه واحد النداء ان شاء الله بلال العقاد مازال غادي نهضر مع بلال العقاد الى هداه الله حيت هو غير كيتلاقاو يهضر معاه صافي ما كيدير معاه والو كيمشي خصو يدير معاه حل ان شاء الله ان شاء الله. انا كنوعدكم ان غادي نسلكوا الوضعيه ديال داك السيد هذاك الله يجازيكم بخير ويكون معاه. كان معكم فاسي بلوك خوكم في الله كنحبكم في الله تهلاو ليا في راسكم والله العظيم الا كنحبكم في الله بالله العظيم وربي اللي شاهد يعني انا كنعشق المغاربه ديالي وكنحب البلاد ديالي وكنحب المغاربه ما كنبغيهمش يعيشوا في لاميزير. يلا المهم تهلاو ليا في راسكم يلا في الفيديو ان شاء الله يلا تهلاو.